للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة الغد كلودي أبي حنا. كلودي، ضعينا في تفاصيل هذه القصة، ومن الذي يعطل إجراء التدقيق المالي؟ في الواقع هذه القصة عكست رفضا من قبل السياسيين اللبنانيين لهذا التدقيق الجنائي المطلوب من أجل أن يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي. لماذا هذا الرفض؟ لكل أسبابه. رئيس الجمهورية ميشيل عون دفع بشكل كبير مواكبا من تياره التيار الوطني الحر لإجراء هذا التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان فقط. الأمر الذي فسره أفرقاء آخرون، ولا سيما رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بأنه نوع من انتقام سياسي من فريق سياسي معين ومن شخصيات سياسية معينة. وبدأوا يطالبون بأن لا يقتصر التدقيق الجنائي فقط على حسابات مصرف لبنان، بل أن يشمل هذا التدقيق مجمل حسابات الإدارات الرسمية للدولة، بما في ذلك وبشكل أولي وزارة الطاقة التي كانت ولا تزال باستلام التيار الوطني الحر، ويكبد دعم الكهرباء خزينة الدولة مليارات الدولارات بما يشكل أكثر من ثلث الدين العام. هذا الكباش انعكس في الاتفاق الذي وقعه لبنان ووزارة المالية مع شركة ألفاريز أند مارسل، لأن هذا الاتفاق كان خاليا من بنود أساسية هي أن يتم تجاوز القوانين اللبنانية كي تدقق الشركة بحسابات مصرف لبنان. عندما خلى الاتفاق من هذه المسألة، تذرع مصرف لبنان بأنه لا يمكنه تجاوز قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، لذا لم يجب على حوالي 100 سؤال من أسئلة الشركة. إذن يعني هذا الأمر يعكس تهربا ربما من هذا التدقيق، وأيضا من جهة ثانية فشلا من قبل من قاموا بهذا الاتفاق، لأنهم لم يدركوا أن هناك فجوة أساسية، فشل من قبل أطراف معينين، وأيضا ربما رغبة من قبل من هم في مقابلهم لعدم حصول هذا التدقيق. بين هذا وذاك ضاع التدقيق الجنائي. أشكرك جزيلا كلودي أبي حنا مراسلة الغد من بيروت.